ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في ظل تغير مواقف الدول الداعمة للاحتلال والحديث أيضا عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى، ينضم إلينا عبر سكايب من جنين رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. حياكم الله أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ عدنان. بداية، يعني برأيك كيف يوظف الاحتلال الملف الإنساني في تعزيز حصاره وعدوانه على قطاع غزة؟ كيف يوظف جريمته التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها؟ وكما ذكرت حضرتك في الأخبار ما قاله أزولاي رئيس مجلس الاستيطان وشبه غزة بأوشفيتس، هذا اعتراف مباشر بنزيتهم وبربريتهم وجريمتهم التي لا يوجد في اللغة ولا في كل اللغات ما يمكن أن يوصف. أن تقتل هذا حدث بالتاريخ، أن تقتل بالرصاص، أن تقتل بكل الأدوات، ولكن أن تقتل بالجوع وأن تقتل بالعطش، لأن النازيون لم يفعلوا ذلك بهم. يعني هؤلاء يغلقون صنابير المياه، يضربون ويقصفون المولدات التي تولد الكهرباء لتضخ المياه لأطفال غزة، ويقتلون بلا هوادة الأطفال والنساء والرجال وكل من دب على الأرض، على أرض غزة، ويطالبون علنا بترحيل شعب غزة. هؤلاء يعتقدون أن كلما مارسوا ضغطا أكثر على شعبنا في قطاع غزة كلما قربوا مسافة استعادة أسراهم، وهم كاذبون بالمناسبة. هم لا يريدون استعادة الأسرى، وقد أعدموا أسراهم الثلاثة بأيديهم، وكان بإمكانهم وقد منحتهم المقاومة فرصة المبادلة أثناء الهدنة وإطالة أمدها، ولكنهم كسروا الهدنة وعادوا إلى الحرب من جديد لأنهم لا يريدون استعادة الأسرى، وهم مستعدون للتضحية لا بمائة أسير ولا بمائة وخمسين ولا بألف أسير. هؤلاء كاذبون، وهؤلاء ليسوا يهودا، هؤلاء صهاينة. والصهيونية ليست صهيونية اليهود، صهيونية بايدن أيضا صهيونية، صهيونية بعض العرب صهيونية. كل من يقف إلى جانب هذا المشروع الفاشي النازي العنصري هو صهيوني، وبالتالي هو عدو للبشرية وليس عدو للشعب الفلسطيني. يعني وزير الدفاع الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان صرح ولم يخفي، قال أننا سوف نقطع عن قطاع غزة الطعام، الماء، الدواء، كل وسائل الحياة. كان يعتمد هناك على دعم دولي لا محدود. الآن برأيك هل ما زال هذا الدعم الدولي موجود ويعول عليه من قبل قيادة هذا الكيان؟ لا، نعم، الدعم الدولي الرسمي لا زال موجودا وقائما وحقيقيا وفاعلا، وقد رأينا ماذا قالت قادة الاحتلال القتلة المأجورين لواشنطن في زيارة سوليفان. قالوا بالحرف الواحد: نحن نواصل القتال وسنواصل الحرب حتى نحقق أهدافه أمامه وبحضوره. وهو قال: نحن سنقدم كل الدعم والإسناد والأسلحة التي تحتاجها دولة الاحتلال في حربها على غزة، حتى لو وبما في ذلك حتى لو اضطرت إلى توسعة هذه الحرب. واليوم أوستن موجود وقالوا نفس الكلام، وقال نفس الكلام أوستن أكثر من مرة، قال موضوع دعم الاحتلال، موضوع دعم دولة الاحتلال هذا موضوع لا نقاش ولا نسمح بنقاشه. وبايدن الذي يتحدث عن الإنسانية، يتحدث عن إرسال المواد الغذائية إلى قطاع غزة والأدوية، ولكنه بنفس الوقت يؤكد مرة أخرى أنه يرفض وقف إطلاق نار دائم. هذه الجريمة ليست جريمة القتل المأجورين الموجودين هنا في دولة الاحتلال، هذه جريمة
صاحب الجريمة، سيد الجريمة على وجه طيب الأرض، على الولايات نعم المتحدة. بهذا السياق تصريح لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، يعني لربما يبدو مفهوما موقف نتنياهو من مصلحته بإدامة هذا العدوان، لأنه في اليوم الثاني التالي لإيقاف هذا العدوان سوف يحاسب وينتهي مستقبله السياسي، ولكن ما مصلحة إدارة بايدن في إدامة هذا العدوان، خاصة يعني هناك من يعتقد أن بايدن بات يقامر على مستقبله الانتخابي بالانتخابات الأمريكية القادمة؟ تدري ما علينا أن نقرأ ما الذي فعلته طوفان الأقصى، ما الذي فعلته كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في طوفان الأقصى. لم تفعل فقط تهشيم وتحطيم دولة الاحتلال وصورتها وسرديتها وفضح هذه السردية وكشفها على حقيقتها، ولكنها حطمت المشروع الأمريكي في المنطقة. الولايات المتحدة كما تذكر قبل طوفان الأقصى بأيام وخلال الفترة السابقة كانت تحضر كل التحضيرات لتسكين الحالة في الشرق الأوسط وقبول دولة الاحتلال كجزء طبيعي في المنطقة وإقامة حلف ناتوي بقيادة دولة الاحتلال ورعايتها في مواجهة محور المقاومة والسيطرة على مصادر الطاقة ومصادر الثروة ونهب خيرات المنطقة وتسكينها لصالح الالتفات إلى شرق أوروبا وشرق آسيا. معركتها هناك الحقيقية، ولذلك أرادت كيف أن تسكن الشرق الأوسط، كيف أن توجد حلفا ناتويا تقوده دولة الاحتلال تشارك به الدول العربية المطبعة ولا الراغبة بالتطبيع في مواجهة حلف المقاومة لمنع هذا المحور وهذا الحلف من التمدد ومن القدرة على فرض إرادته على في المنطقة وخارجها. ولهذا لا تريد دولة الولايات المتحدة لمشروعها هذا أن ينهار. شكرا. جنون الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك وعذرا للمقاطعة، ولكن وصلت الفكرة. إذا كنت ضيفي عبر سكايب من جنين، رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان.